يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب منحة في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام، وقد قال لنا أحد الدكاترة إن الهجرة قد انقطعت في هذا الزمان لأنها لا توجد دولة إسلامية على وجه الأرض، فهل قوله صحيح؟ هذا على مذهب التكفيريين اللي يكفرون الناس عموماً، وهذا يقول لا يوجد دولة إسلامية على وجه الأرض، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، هذا كلام باطل. والمسلم يهاجر مع المسلمين حتى ولو كان المسلمون ليس لهم دولة، يكون معهم مع المسلمين ولا يكون مع الكفار، سواء كانوا تحت دولة مسلمة أو كانوا مسلمين أقلية لكنهم متمسكون بدينهم. فهو الهجرة إن حصلت الهجرة التامة إلى بلاد إسلامية تحكم بالشريعة، هذا هو الأصل وهو المطلوب، وإلا على الأقل يهاجر إلى مسلمين يكون يسكن معهم ويعيش معهم ويتربى أولاده مع أولادهم، يكون في محيط مسلم، أو يهاجر إلى دولة كافرة لكنها أقل شراً من الدولة الظالمة الطاغية، أخف ضرراً، كما هاجر الصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكان ملكها النجاشي نصراني ثم أسلم بعد ذلك. فالإنسان يطلب الهجرة، إما الهجرة التامة إلى بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وهذا هو المطلوب وهو الأصل، أو على الأقل يخفف الشر، يهاجر مع المسلمين أو يهاجر إلى دولة أقل شراً من دولة. نعم.